في الوقت الذي حبس فيه المترشحون لامتحان شهادة الباكالوريا وأولياءهم الأنفاس، تشرئب الأنظار صوب ملعب القاهرة الدولي بعد تأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس أمم إفريقيا، أين سيواجه نظيره السنغالي في مقابلة توصف بالتاريخية. فهل سينسي فوز المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا المترشحين الذين خاب أملهم في هذه الشهادة؟ ما جابش الباك يفرح بالجيري، يفرح بالماتش، عنده أمل إن شاء الله. وأنا مراها فرحانة ناحية الباك وناحية الجيري. هو إذن أفيون كرة القدم الذي جعل من هذا الامتحان المصيري لما له من مكانة في المجتمع يسقط أمام مقابلة كروية، لسيما وأن هذا الامتحان يعد تأشيرة الدخول للجامعة التي يفترض أن ترسم ملامح مستقبل مهني للطالب يضمن له حياة كريمة. إلا أن الخيبة قد تكون خيبتان في حال عدم تأهل الفريق الوطني مع نهاية أسبوع حافلة بالأحداث عقب قرار وزارة التربية القاضي بتعجيل عملية الإعلان عن نتائج الباكالوريا التي حددت في 20 جويلية الجاري قبل إجراء هذا التعديل.